السلام عليكم. اليوم سنلقي الضوء على برنامج آخر من برامج مقاطع للمعلمين القراء. إذن هو برنامج بلاتس في البراوزر بلاتس. سوف يعطيني بلاتس أبلاي. أدخل به. Apply يعني تسجل، لأنه عندما تدخل الإيميل تدخل بالرابط الموجود على فلات فإن تعطيك هذه، لكن يطلب منك نقرأ هنا تقول بأن فلات for education من مايكروسوفت هي نصها للموسيقى التربية، نصها للموسيقى التربوية استعمالها مع التلاميذ لمدة سنة مهداة من طرف شركة مايكروسوفت للتعليم، وقال هنا exclusive offer لمدة سنة، ولكن يجب أن تسجل apply here أو تقدم فقط إذا كنت معلم مبدع خبير نجحت هذا العام لسنة 2020، وأيضا للأساتذة الذين نجحوا بشوكي سكول لمدة سنة لديهم هذا الحساب المجاني. إذا هنا هذا الرابط يجب أن تضغط عليه for sign up. مثلا هنا أنا قد سجلت. قبل يعني أن تملأ تلك الثمارة هي ما هي مدرسة، يجب أن تسجل، ويجب أن تسجل هنا في الحساب تاعك تاع التعليمي هنا، ثم تدخل الباسورد الذي سوف تدخل دائما لهذه المنصة، ثم تعمل continue وتدخل المعلومات. إذا أنا لأنني قد سجلت سأريكم الصفحة كيف هي الداخل وماذا قررت أن أصمم بها. إذن هي هذه الواجهة هكذا نجدها. إذن هناك طبيعة الحال البروفايل وإعدادات البروفايل، يمكن أن أضغط عليها لأنها في الأول بتكون يعني كان صورة فارغة. إذا من المستحب أن تضغط على account setting يعني إعدادات حسابك، ثم تضع صورتك هنا تكون سوداء، ثم تضع هنا change photo إذا أردت أن تغير من سطح المكتب، ثم مباشرة بيطلع معك الاسم إذا أردت أن تغيره save change. هذا فيما يخص البروفايل، ليس فيه بالشكل شيء الكثير. إذا مثلا نجد سكور. سكور هي مثلا كل تلك البروجكت والأعمال التي اشتغلت عليها من برامج موسيقية، مشروعات موسيقية قمت بها، فإنك تجدها. وأيضا ممكن هذا هو المشروع الذي أنا سميت له اسم، سميته بي عن كما يمكن للي أن import the score يعني أن أحمله أو أضيف إليه مجموعة أخرى new collection يعني أضغط على زائد هنا وأضيف إليه collection أخرى. هذا ما يسمى بسكور. إذن هنا أجد كل ما قسمه من مع تقاسمه آخرون معلمين معي أجده في هذا المكان. إذن هناك أيضا حتى أنك إذا مسحت أي سكور يعني أي مشروع فإنك تجده هنا في التراش يعني في سلة المهملات، يعني الحمد لله يعني لا يضيع إلى الأبد.
وهنا تجد الكلاس أقسام التي قد صممتها. نعم يقول لك مثلا إذا لم تكن قد صممتها قسما بعد فصممه إما يعني synchronize بل تزامنيا مع قسمك الذي هو في أي سالفا في على الجوجل كلاس روم على الجوجل، أو يستعمل أو يستقطبه كذلك من مايكروسوفت تيمز تلاميذك الذين على مايكروسوفت تيمز، أو يمكنك أن تضيف اسم باسم هنا type your new class name تكتب الاسم رقم الاسم الاسم الذي القسم الذي تريد أن تسميه. مثلا نقول English class create a flat for education. وأكتب هنا ويقول لي أكتب رسالة لطلبتك ومتعلميك إذا دخلوا. إذن مثلا أقول لهم مرحبا بكم to my class welcome. Our flat class of with music. هذه فكرة عن طريق الموسيقى هي أيضا فكرة جميلة وعادة ما نستعملها نحن كأساتذة لغة إنجليزية. ثم ممكن أن أخذ رابط إلى آخره وثم أعمل نشر بوست. إذا أصبح لي الاسم تاعي ورسالة يعني هنا أضع لهم assignment يعني التمارين كود هنا مراجعات ريفيو هنا كل ما هو أنت تضغط مثلا بالبحث باندي معلق لم تره بعد فستضغط على هذه ثم بالبحث يظهر لك هنا لأن المنصة جديدة نحن ما زلنا نستعملها ونحاول فيها ريفيود تضغط هنا ريفيود وترى ما هي آخر مرة التي كنت راجعتها هنا people الذين الأساتذة المتعلمون الذين يعني أنت قد تقاسمت معهم رابط لكي يكون العمل مثلا تفاعلي وهناك إعدادات لكي مثلا تعدل في اسم القسم أو تلك الرسالة أو تعمل تيم لهذا الكلاس مثلا سأضغط وأجعله بلون جميل هذا الذي يحبه المتعلمون لون اسم سننتظر إذن تيم ثم هناك delete the class إذا أردت أن أمسحه make it in the archive يعني في شكل أعمل لي كلاسمون في الوثيقة وهنا سوف يعني أختزن التغييرات class selection English class أو class selection. إذن هذه أمور نكتشفها عندما فعلا إذن أصبح الآن عندي class هنا بالنسبة لـ people عندما يكون عندي فقط هنا أنا موجودة وهنا هنا أكتيف يعني إذا كنت قد أعطيت رابط هذا العمل هذا ستور البروجي إلى أستاذ آخر للموسيقى أو أستاذ في مدرستي أو عمل تعاوني مع أستاذ آخر ومتعلمي وطلبتي أو مع متعلمية فإنني أجد كل أسمائهم هنا وإيميلاتهم هنا وهنا أجد لايسنس هل هو أكتيف يعني فعلا بيدخل كل مرة ويشتغل يظهر لي
أنا هنا أدمين، لكن عندما أعطي يمكن أن أجعل أدمين أو أجعل فقط participant مشارك إلى آخره. إذن هنا أيضا الجميل هنا بأنني هذه المنصة ممكن أن أعمل لها إدراجات من تطبيقات أخرى نستعملها دائما، مثل مايكروسوفت تيمز، مثل جوجل، جوجل سايتس سلايدز اند جوجل دوكيومنتس، من جوجل درايف، كلهما يمكن أن أضيف. فقط أضيف هنا، أضغط ثم أضيفهم. انظروا إلى الابليكيشنز الأخرى، مايكروسوفت، من هنا الوان نوت، من مايكروسوفت سوي إذا كنت مثلاً عاملة بروجي على مع طلباتي على المايكروسوفت، أو من كانفا إديوكيشن، لاحظوا معي مودل أيضاً. كل هذه تطبيقات ممكن أن أدرج هذا البرنامج الجميل المهدى للمعلمين الخبراء للسنة. سأكمل هنا بالنسبة للمدرسة، إعدادات المدرسية، ماذا تريد يخص مدرستك، ماذا يمكن أن أدرج وأغير بعض المعلومات عن مدرستي، then school details، أضيف بعض تفاصيل عن المدرسة بتاعي، عن بايلين ذلك الكود الذين يعطوها لنا يعني فري، فندخله وندخل به ونستفيد. أنا أخذ يعني باعتباري مثلا عندي أستاذة معتمدة المنصة، فإن يمكن أن أخذ كود وأعطيه يعني الاستفادة منه لمتعلمين آخرين عندي كود لأنني أملك النسخة المجانية. إذن مثلا هنا الآن جاء وقت لكي أنشئ عمل أو مشروع. هنا يأتيني من النيو سكور، فأضغط هنا جد أنني قد أريد أنا يعني يعطيني اسم ذلك هو أو ذلك البروجيكت الذي تريد أن تشتغل عليه. مثلا المشروع الأول سميته كن مبدعا، هنا أسمي Be Interactive. يعني كن فعلا، هذا العمل أريد أن أعطي رابطة وأتقاسم مع معلمين آخرين، مع المتعلمين يتقاسمون البعض. إذن الآن العمل كله هو حول الموسيقى. إذن ما دام على الموسيقى، فإنه عندما أضغط على create انشئ أو صمم، سأصمم بالأدوات الموسيقية. ما هي مثلا؟ هناك الباص مثل الساكسفون وهو أداة هوائية، إلكترونيك إنسترومنت الموسيقى، الأدوات الموسيقية الكهربائية، فري ريد كيبورد، يعني أنت تضغط عليهم. لا، ليس بالضرورة أن تكون لديك علم بالموسيقى، لكن أنت تصمم مع طلبتك وللاستفادة من المتعة أيضا. ربما هو فعلا أكثر من يفهم هذه المنصة هو أساتذة الموسيقى، وهي مصممة لأساتذة الموسيقى، لكن أيضا يمكن القيام بأنشطة موازية معهم. مثلا سأضغط أنا مثلا على percussion، percussion، سأضغط على أختار منها vocals وأضغط على هذا الزائد لأنني أضفته. انظر أضافوا إلي هنا. إذن سأضغط على أيضا على four ويضاف هنا. سوف أختار أيضا الكيبوردز، يعني الأدوات التي تستعمل اللوحات مثلا، بحال مثلا البيانو، فأضغط على هنا سيليستا، ضيفت إلى هنا. ثم أضغط على أورغان، أحتاج إلى موسيقى أخرى مثلا
إلكترونيك صار مثلا هذه لاحظوا معي كلهم أريد أن أقوم بمسار للنوتات الموسيقية. وأخيرا أضغط على كرييت. يمكنكم أن يعني تقوموا أو هنا تبحث على نوع الأداة الموسيقية وتختارها فتأتي من بين هذه عرضناها الآن. إذن الآن مشروع موسيقي للمبتدئين ينشأ لنا، ولكن انظروا كيف هي لوحة العمل. لوحة العمل على شكل نوتات، على صفحة نوتات مثل الورقة للموسيقيين. بطبيعة الحال لها سلوك موسيقي كلها تتوزع حول في التي اخترتها أنا، ستتوزع تلك النوتات. ولكن عندما تظهر يظهر لي عنوان الذي أنا أعطيته للمشروع للسكور. وأيضا أنزل هنا، لاحظوا معي هذا. مثلا عندما اخترت تشورس برانو أعطاني هذه النوتات. نفس الشيء مع تشور تونر أعطوني سبرونو، هذا كلهم اخترتهم أنا. أورغان، ريد أورغان، تشوير سينسيسايزر، إذن كلهم اخترتهم. إذن ومن لن تسمعوا النوتات الموسيقية، إذا أردت أن أسمعها فإنني أضغط هكذا هنا فأسمعها. أعرف إن ضمنت الصوت. إذن هنا انتبهوا معي، إذا ضغطت هنا فأسمع صوتا مختلفا. نفس الشيء إذن ملحوظة. وعندما أنا أزيل واحدة من هذه مباشرة تمر هذه إلى هنا، يعني لا تكون أبدا فارغة. وبالتالي هذا ما يسميه الوقت أو الزمن، هذا ما شرحه في بداية. عندما تدخل يعطيك بعض المعلومات تقرأها فتقول لك إذا مثلا أنت if you remove، إذا غيرت أو حذفت نوتة من النوتات فإن الأخرى ترجع يعني سوف تأخذ مكانها وهكذا، لأنه هذا حسب التايم، هو الزمن، هو زمن النوتات الموسيقية أو هذا السلم الموسيقي. إذن إذا هنا عندنا الألوان بيقولنا يا ممكن أن تغير ألوان النوتات اللي هي يعني محددة. إذا أنا حددت هذه سوف تأتي بهذا اللون الذي سوف أختاره. مثلا أختار لها اللون الأخضر أو اللون الأحمر البين لكي يظهر الاختلاف. نفس الشيء من هنا، ربما أنا عندي بها يعني لكي أحددها وتظهر مميزة، فإن أي نوتة أنا وضعت عليها هكذا فإنها يجب أن تكون يعني مميزة بلون من الألوان. وبالتالي هنا الارتكيليشن أورنمنت دايناميك، هذه كلها نكتشفها واحدة بواحدة حتى نعرف مثلا. هذه كلهم اختصاصات أساتذة الموسيقيين، لكن هناك ممكن أن إكسبورت، يعني أن أخذ وأستدعي من سطح المكتب عندي عمل وأضيفه هنا. أيضا ممكن أن طبع باستعمال الآلة الطابعة هذا العمل كورقة، يخرج لي كورقة. layout setting يعني الشكل الكامل له كيف يكون. وهنا الرجوع إذا أخطأت. مثلا الكيبورد، مثلا هناك أيضا text، سنرى كيف ممكن نضيف text. أين هل أضيف شيء مثلا هنا؟ مجر، قياسات، دايناميك، إذن كلها أمور يعني صاحبي الاختصاص هما أساتذة الموسيقى. وفي الأخير ممكن أن تسمع الكل بالضغط على هذا العمل. الآن أسمعه أنا الآن.
إذا ضغطت هنا تسمح كل العمل الذي أو الآلات الموسيقية التي أثرتها فإنها تسمع معي. إذا في الأخير ممكن أن أتقاسم هذا العمل معي مع وأخذ play type أضغط هنا وأكتب الإيميل الذي أريد أنا أن أرسل له هذا العمل. إذا من هنا أكتب الإيميل، والعمل ممكن أن أجعله private خاص لي. أوكي، إذا هنا أظهر بأنني أنا صاحبة العمل owner، وهنا ممكن أن أعمل copy للعمل بتاعي يعني يؤخذ معي، وبالتالي يعني يمكن أن أتقاسمه مع أساتذة آخرين، وبالتالي عندما أدخل فأجدهم كما قلنا في people، أجدهم هنا كما شرحت في البداية. هنا عندما أتقاسم عندما يدخلون فسأجدهم هنا في people، ما هل هم interactive، هل أضافوا أيضا نوتات، ما العمل الذي شاركوه معي في المنصة إلى آخره. هذا كل ما ممكن أن أتقاسم معكم باعتباري أستاذة لغة إنجليزي فقط وأستاذة معلم مبدع خبير لهذه المنصة الجميلة. سأحاول أنا أيضا بدوري أن أحاول فيها إذا تمكنت، وربما أدعوكم أيضا وبالعمل بنصيحتي أن تستشيروا أساتذة الموسيقى كيف ممكن أن نستثمر هذه البرنامج الرائع، ولو أننا لسنا أساتذة موسيقى، ربما في عمل يعني لتنشيط على التلميذ في كأز آيس بريكر، عمل لتدويب الجليد. إذا شكرا لكم، إذا كانت هناك أسئلة أرجو تقاسمها معي في على قناتي في التعليق. مرحبا بكم في أي تعليق وأي سؤال وأي برنامج تحبونني أن أجربه أيضا معكم. تحياتي.